الحقيقة دور المجتمع اللي بتقوم به منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليه أكثر يعني أثر في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأسر محدودة الدخل، وهي الحقيقة الطبقة اللي أكثر تأثرا بالتحديات الاقتصادية اللي بنمر بها كلنا. النهاردة أعلن الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، ده قبل شهر رمضان على مستوى كل محافظات الجمهورية. مش بس كده، قال كمان إن عدد الأسر اللي استفادت من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال التحالف على مدار العام اللي فات وصل ل 139 ألف أسرة، من المستهدف طبعا زيادة عدد الأسر خلال العام الجاري. احنا بينضم لنا هاتفيا النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. برحب بحضرتك سيادة النائب. أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة توزيع 25 مليون كرتونة هيبدأ إمتى؟ وهل في قاعدة بيانات للأسر المستهدفة والمستفيدة منهم؟ طبعا قاعدة بيانات موجودة من العام الماضي، وقاعدة بيانات محدثة وموجودة قدام التحالف بشكل تفصيلي بكل محافظات مصر، والمستفيدين كل محافظات مصر الأسر الأكثر احتياجا بشكل عادل وبشكل منظم، وإن شاء الله هيبدأ يمكن في منتصف مارس البدء في توزيع الكراتين اللي هتوزع على مستوى الجمهوريه من خلال فرق العمل ومن خلال الجمعيات القاعديه اللي منتشره في جمهور مصر واللي بتتعامل مع اعضاء التحالف. طب احنا انا عايزه بس افسر للمشاهدين، احنا ليه بنسال عن قاعده البيانات لمنع ازدواج او لمنع تكرار يعني المنحه او يعني المستفيد منه يستفيد مره ثانيه او ما الى ذلك، منع التكرار وفي نفس الوقت يعني نوسع القاعده بشكل كبير ونضمن وصولها لمستحقيها. عندنا 139 ألف اسره استفادت من تمويل المشروعات، نوعيتها ايه المشروعات دي اللي تمولت وعلى اي اساس بيتم اختيار المشروعات القابله للتمويل؟ هو طبعا كان المشروعات طبعا بتتم على اساس ان احنا بنشوف الاسر برضه الاكثر احتياجا، بنشوف المراه المعيله، بنشوف اخواتنا واصدقائنا وحبايبنا ذوي الاعاقه، ودي كلهم ناس مستهدفين بالنسبه لنا، برضه كبار السن الغير قادرين على اعمال كبيره، ودي بتعمل لهم مشروعات يعني مشروعات صغيره او متناهيه الصغر زي اكشاك، زي مثلا ممكن مثلا جابوسه بيجيبوها لهم، ممكن مشروع صغير مشروعات صغيره، وديت بتبقى موجوده ويبقى لها جدوى اقتصاديه وكلها منح لا ترد. الافراد هم اللي بيبحثوا عنكم ولا انتوا اللي بتروحوا تبحثوا عنهم خصوصا في موضوع تمويل المشروعات؟ يعني احنا طبعا بيبقى في مشاركه بين الطرفين، يعني مثلا في حاجه بتحتاج تراخيص فبرضه التحالف بيخلصوا موضوع التراخيص، لان الناس كلهم غير قادرين على الحركه وغير قادرين على ان هم يروحوا مصالح حكوميه، فالتحالف بيجهز لهم كل الكلام ده وبيوفر لهم البنيه الاساسيه للمشروع، ولو كان المشروع محتاج مستلزمات او محتاج بضائع او محتاج اي يعني مواد هم التحالف اللي بيقوم بيها يعني. سياده النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، انا بشكرك شكرا جزيلا.